تي اس ومنفوض على شابتر 6 الشابتر الثاني في مادة السكند. تطبيقات وتقنيات للميكرو موشن ستدي، مش الماكرو موشن، المايكرو موشن هنا ميكرو موشن بالاي مش بالاي. طيب هنا شو هاي المايكرو موشن؟ احنا قلنا قبل هيك المايكرو موشن هو بدرس العمليات التصنيعيه اللي بتصير بشكل عام، تمام. المايكرو موشن بشكل تفصيلي، فوت بال يعني بالتفاصيل العمليه نفسها بحد ذاتها كيف بتصير، كيف هسه بنشوفها احنا بعض شو المقصود فيها. حلو، ندرس شو اللي هي عمليات الاوبريشن اناليسيس اللي هو تحليلات تصنيعيه، تيجي يعني اقرب ما يكون لهذا المعنى. هاي هو تعريفات الماكرو موشن والمايكرو موشن. الماكرو موشن تدرس العمليه ككل، حلو، بنشوف انت الاشي التصنيعي بشكل كامل، حلو، لانه بدخل فيها كل عمليات تصنيعيه اللي بتؤدي الى ظهور المنتج. حلو، المايكرو موشن اللي هي بتهتم بتفاصيل، هي اقول لك اللي هو سمولست ديتيل اللي هو بالتفاصيل الصغيره اللي بتتضمن شو عمليه تصنيعيه اللي هي جوا عمليه تصنيعيه. حلو، هون شو بقول لك فورمز اوف جوبز، تمام، هاي تيجي تعريفاتها تيجي اعرف يعني هي عادي، تمام. هون بيحكي عن اشياء رح ندرسها احنا اللي هو ال individuals working alone with simple hand tools and fixture, individual working at a machine, operator machine, working many machine, multi machine kills, group people work together, gang skills. هاي هون زي مقدمة رح نشرحها هسه لقدام. طيب بحكي عن انواع الاشياء اللي رح ندرسها بالمايكرو موشن. رح ندرس اللي هو لما يكون عامل شغال لحاله، ماشي، ورح ندرس لما العامل يكون مسؤول اكثر من ماكينة مع بعض، تمام. ورح نشوف كيف العمال لما يكون اكثر من عامل شغالين مع بعض كيف، هسه بالتفصيل بتبين معنا بالشرح، تمام. تكملة المقدمة work technique للمايكرو موشن ستدي شارت بهذا الشابتر رح تكون 6. هون رح احنا 6 اجزاء لل تكنيكات للمايكرو موشن، دراسة المايكرو موشن. حلو، فبنبلش فيهم، لا مش اسم بلش فيهم قدام. طيب هون شو بقول لك لسه قاعد، ولك هاي التكنيكات بتمتلك اللي هو حقائق مهمة بتفيدك. هون قاعد بحكي لك انه هاي الاكتيفيتي، تمام، بتدخل كلها مع بعضها، بنعامل العامل والماكينة نفس الاشي نفس الاوبريتور. يعني لما نحكي مثلا في 3 ماكينات وعامل، تعتبر شو هاي اللي هي الاكتيفيتي بتاع 4، يعني علي كيف نحسب ان هي 4 اوبريتور، مش انه ماكينة لحال والعامل لحال، لا مع بعض، ماكينة وعامل 2 اوبريتور، 3 عمال وماكنتين 5 اوبريتور، هيك بتعلمها. طيب بقول لك انه هون احنا بنستخدم الوقت هو بنظام اللي هو السكيل، يعني انه بس تنتهي دورة العمل لماكينة بتبلش من مرة أخرى الماكينة من أول وجديد، يعني بشكل متصل، تمام. كل العمليات هاي احنا ممكن نستخدمها بنفس الفورم نشتغل عليها مع بعض، مش فيش داعي انه كل ماكينة وكل شغل يكون لحاله، لا ممكن مع بعض يكون كلياتهم مرتبطين في الفورم تبعنا، تمام، بس رقم الاكتيفيتي بيتغير. وكل هاي العمليات والتكنيكات اللي إلها نفس ال مش اللي إلهم او انه نحطهم كلياتهم مع بعض، يعني المقصود فيها اللي هو طولهم بالوقت بسكيل بالشارت نفسه بنحطه، تمام. هاي تنطيق انه انت تطور نظرية انت شو رح تعمل لقدام. هذا الحكي شوي خلينا نحكي مش كثير بكون واضح، ببين معك صح لما تبلش انت تشوف الشارت نفسه، بس تفهم الشارت رد اقرأ الحكي هذا بوصلك بشكل واضح، تمام. طيب هسه بالشارت اللي هون اللي حكينا عنهم احنا، هي هون الستة، بنبلش بأول واحد اللي هو شو الاوبريشن اناليسيس شارت. طيب هذا احنا شو بنستخدم الاوبريشن اناليسيس اللي هو بنحلل فيه احنا سنجل اكتيفيتي، يعني عامل واحد او ماكينة واحدة، وان اكتيفيتي شغال لحاله، تمام، بنكون بنستخدم عليها بالعادة هو بيكون بنستخدمها احنا بالادوات اللي هو لما يكون عامل شغال لوحده نطبق احنا الاوبريشن اناليسيس شارت، تمام. هذه السنجل اوبريشن شارت هي بتعمل تطوير ويقلها وحده وحده، تمام، و كانت بي ديفايد ريليستيكلي
ار تايم ذا ميثود اوف ليميتنج. هذا الحكي كلياته مشروح هنا، يعني احنا بس نشوف هاي نفهم الحكي اللي فوق. هي بشابتر 6 كله بدك تفهم الشرط. اذا فهمت الشرط انت بتفهم الحكي اللي عليها كلياته. افهم الشرط انت بالاساس، تمام؟ يعني هسه برجع الحكي اللي فوق. يعني هون شو بقول لك قاعد شايفين، هاي شفناها قبل هيك الشرط هذا، احنا ما شفناها مات الفيرست، تمام؟ اللي هون في عامل شغال، هي العامل اخذ 0.150 0.065 0.125 وقت اخذ، بعدين اخذ شو ايدل، تمام؟ الوقت ضائع. هذا التحليل، هاي الحكي اللي شو احنا نحكي له اوبريشن انالسيس شارت، تمام؟ لا شو بتقول لك، هي نستخدمها للسنجل اكتيفيتي، صحيح؟ هي عمليه تصنيعيه واحده، تمام؟ بيقول لك اللي هو ال بتتضمن اكثر عمليه مع بعضها، وبتكونش فيها اي اضافات، يعني تكون بسيطه سمبل، صحيح؟ هي بسيطه وسهله وواضحه، تمام؟ بتكون معيره في وقت، تمام؟ ومحطوط الوقت تبعها لكل العمليه تفصيليه في داخل العمليه الاساسيه، وهذا الشيء نهائي واضح بصير معنا قاعد. يعني هون مثلا فصل لك اياها، انه هاي العمليه باك تو ليجز فروم كارت ات ليفت انطاك بالضبط قد ايش اخذت وقت، هاي عمليه بالضبط قد ايش اخذت وقت، وهكذا. لما انت تشوف سنجل اكتيفيتي وتشوف عندك عمليه صناعيه واحده بتصير قاعده، بتعرف على طول انها اوبريشن انالسيس شارت، تمام؟ طيب هسه عندك الاوبريتور ماشين شارت، ماشي؟ هاي بيكون في عامل شغال على ماكينه او عامل شغال على ماكينتين ثلاث، تمام؟ لما نشوف عامل مسؤول اكثر ماكينه، ما بنحكي انه هاي اوبريشن انالسيس شارت، لا هو بصير اوبريتور ماشين شارت، تمام؟ هاي الفرق بيناتهم، بدك تلاحظها. هاي هنا بقول لك الاوبريتور ماشين كل واحد فيهم يعتبر اكتيفيتي، يعني ما بنحكي مثلا انه عامل وثلاث ماكينات ثلاث اكتيفيتي، لا عامل ثلاث ماكينات يعني اربع اكتيفيتي، حلو؟ وكانت تبين لك كل ماكينه شو بتعمل قاعده بالضبط في الوقت الفلاني بالضبط. يعني انا مش لازم اني اكون مثلا انا امام الماكينه لاعرف هسه شو كانت تعمل بالضبط، كمهندس مش كفني بيكفي انه معي الشرط هذا لاعرف حاليا هسه الماكينه شو كانت تعمل بالضبط بالتفصيل، وهسه شو بعمل عامل بالضبط قاعد. ليش؟ انا فاهم وعندي الشرط اللي بقرا لي قاعد او بترجم لي اللي بعمله العامل قاعد، اصلا بتبين معنا كيف، حلو؟ كل العمليات تكون مسجله كسلسله، ماشي؟ ومع بعض مرتبطه، ما فيش اشي مش مسجل، ما فيش اشي مش مدروس مثل عنا قاعد، وكله موجود في وقت معين محطوط بالشرط نفسه، تمام؟ وكل عمليات هي مربوطه في الوقت. طلع هون كيف واضحه؟ طلع هون بقول لك الاكتيفيتي، هاي العمل اللي بيقوم فيه مين قاعد؟ العامل. هنا العامل، وهنا مين؟ الماكينه. العامل شو عمل؟ عمل لود العامل، تمام؟ يعني انت اقراها هيك، اقراها انت يعني وكانه هذا الشيء مش موجود، تمام؟ العامل شو عمل؟ عمل لود. طيب لما كانوا بيعمل لود، شو لود؟ يعني قاعد بحط المواد داخل الماكينه، تمام؟ بحمل فيها قاعد. في هذا الوقت الماكينه شو قاعد تعمل؟ تكون ايدل، ماكينه واقفه مش شغاله، مش طبيعي تكون ماكينه شغاله وانت قاعد تعبي فيها، تمام؟ حلو. اجى بعديها انت سكرت الباب الماكينه هنا في نهايه الوقت، تمام؟ بعد ما عبيتها سكرت باب الماكينه، حلو؟ وبلش تشتغل. لما بلشت تشتغل انت شو كنت تعمل قاعد؟ تواقف كعامل، كنت واقف مش شغال، فصار عندك ايدل، حلو؟ طيب بنهاية الوقت لما الماكينة تخلصت وقتها، تمام؟ لاحظ كيف انت بنبلش مع بعض انت والماكينة وتنتهوا مع بعض، انت كعملك كعامل بتكون مرتبط مع الماكينة بوقتها، حلو؟ الماكينة انتهت شغلها، انت انتهى وقت اللي كنت مضيع وانت قاعد، فخلصت شغلها، فتحت الماكينة انت، فتحت الباب وعملت انلود وشك انه فحصت انه ما فيش اي مثلا اشي معلق بالماكينة، ما فيش اشي بعده خربان، تأكدت انه الماكينة صارت فاضية، شك بغض النظر شو هو، تمام؟ بالوقت كنت عملت فيه انت قاعد انلود وشك شو كانت الماكينة فاضية، تمام؟ فانت هون شو عملت؟
سكرت بقى الماكينة على طول، مش خلصت اللود الشيك والباقي، كنت فاتح الماكينة على طول. شو تعمل فيها؟ تعمل لون اول جديد. يعني هنا الشرطة تنقرأ كيف، شايف الخط هذا النهاية، هاي النهاية على طول بلش من البداية اول جديد، فبتعملها كمان مرة لود، وكمان مرة تقعد تعملها لود. شو كانت هي؟ كانت ايدل. طيب سكرتها بالماكينة، بلش شغلها. شو كنت قاعد تعمل انت؟ انت اللي كنت ايدل هنا، ماشي. لما انتهت الماكينة شغلها وبلش انت تفضي فيها، انت صرت تعملها انلود شيك، شو كانت ماكينة؟ كانت هي ايدل. فهمت كيف الفكرة صارت معك؟ طلع كيف الوقت تبعهم. طلع هنا عندك الماكينة اخذت وقت لحد ما عملت انت فيها اللي هو حملتها وعبيتها، اخذ منك قديش؟ 0.20. طيب احنا شو تايم ان مينت هنا؟ يعني 0.20 جزء من دقيقة، تمام؟ يعني 20 ثانية. سكرت الماكينة، لو سكرت اشتغلت هي قديش اخذت؟ اخذت من 20 لـ70 اخذت. هذا الوقت كان كله عندك ضائع انت، تمام؟ بعدين من 70 شو عملت؟ لحد الواحد كانت انت كنت قاعد تفضي فيها، بس تنتهي الواحد على طول بترجع هنا تشغل اول جديد، تمام؟ هي العملية ليش؟ من عملية سيريز اللي هي متتالية ما بتوقفش، تمام؟ هون هاي الحسابات تبعتها، الحسابات هاي يقول لك التوتال نورمال تايم 10 اللي هو دقيقة، اسف، الالاونس 10%، هاي الواحد ضرب 10% بيطلع 0.1، تمام؟ الستاندرد تايم قلنا قبل هيك وبنعيدها، الستاندرد تايم التوتال نورمال تايم بلس الالاونس بيطلع شو هو 1.1. طيب الاورز بير يونت اللي هي ايش؟ ستاندرد تايم على 60، حلو؟ اذا بدك تطلع اليونت بير اور ببساطه، واحد على الاورز بير يونت، يعني مش هون اورز بير يونت. طب بدي اطلع مثلا يونت بير اور، بس واحد على هاي، على واحد على 0.1833، يعني بس واحد عليها ما فرقش، تمام؟ يعني بدك تقلب اورز بير يونت، يونت بير اور، واحد على هاي. طب بيس بير اور نفس الشيء، بقول لك يعني هاي واحد على 0.1833 منطقي 55، تمام؟ اورز بير يونت هيها 0.0183. دولار بير اور هاي بكون منطقي اياها، انه تكلفه الساعه للعامل 10 دولار. دولار بير يونت اللي هي دولار بير اور ضرب اور بير يونت بيطلع 0.1833 دولار تكلفه القطعه فقط. حساباتها كثير واضحه ومباشره، تمام؟ حلو. هنا عندك بشرح لك قاعد العمل تبعك. لاحظ هذا العامل شو بيعمل هون قاعد، كان بيعمل تحميل قاعد. هون احنا بعد ما عدلناها بيعمل تحميل قاعد، وهون كانت العملية واقفة، تمام؟ الماكينة كان شغالة، تمام؟ شو عمل هنا؟ بري بوزيشن السايد، بعدين صار عنده ايدل، ماشي؟ بعدين انلود. العملية صارت تاخذ منه قديش؟ 70، بدل ما كانت تاخذ منه قديش في الأول؟ كانت تاخذ منه دقيقة كاملة، تمام؟ اللي هو رقم واحد صحيح، هون صارت تاخذ منه أقل 70. طب هذا ايش هو أثر؟ أثر بالإنتاجية بشكل كامل. يعني هون بقول لك شو؟ بالشغل القديم كانت تكلفة 0.1833، تمام؟ هسه صارت أقل، صارت 0.12595، فرقت قريب الخمسة دولار، تمام؟ أو 50 سنت فرقت، سوري. هيا قديش احنا وفرنا، تمام؟ بالسنة وفرنا احنا 53800 دولار بسنة، من عملية بسيطة جدا احنا قدرنا نلعب فيها لنخفف الوقت اللي هي بتاخده. هيا هنا الخطوات بقول لك تعمل انت الاوبريشن شارت، هاي مالت اكتيفيتي شارت، تمام؟ تحدد انت المشكلة، وبتحدد انت العملية اللي بدك تشتغل عليها، تحدد الرقم تبعها والنمبر تبعها قديش، 5 10 15، شرحناها هاي العملية قلناها قبل هيك، اللي بتكون جوا الدائرة تذكرتها. البارت نمبر افري برودكت ميد اب بارتس، الوقت والتاريخ، هذولا بتطبقهم، واكتب والنوع من اسم العملية وتطبيقاتها والوصف تبعها كله كله كله، هذا وين بيكون؟ بيكون على الشارت هاي. طيب بنكمل معهم، تحط هون الاونس، هذا كله شرحته، هذا كله شرحته، تمام؟ يعني هاي انت اقراهم عشان تحفظهم، بس انا شرحتهم كلياتهم، تمام؟ النورمال تايم بلس الاونس ستاندرد تايم كله شرحته. طيب خطوات لتكميل هاي، اورز بير يونت كله
كله انشرح، دولار بير يونت وال كل حسابات حكيتها كلها فوق. هيك بكون انتهت شو ال اوبريشن اوبريتور ماشين شارت. تمام. طب هسه شو هسنفوت؟ هسنفوت بالجانك شارت. جانك شارت اللي هي شغل العصابه بنحكي احنا. تمام. هاي ترجمه حرفيه بس هي بتجي اخر ما يكون لشغل التيم، يعني فهمت علي كيف؟ فريق كامل متكامل شغال مع بعضه. تعرفها نستخدمها لما احنا نحكي اثنين او اكثر من اشخاص بيشتغلوا مع بعض، تمام، وشغلهم مرتبط مع بعضه، يعني يكون شغل مع بعض بس بعد لا بالجانج شغلهم مرتبط ببعضه. تمام. طلع كيف بيقول لك احنا هنا لما نحسب شغلهم، تمام، الاورز بير يونت بنحسبه لعمليه واحده بتكون، تمام، وبيس بير اور ويل ستيل بي كالكوليت فروم ذا وان بيرسون اورز بير يونت. احنا نحسبهم كلهم كانهم واحد، نحسبهم شغلهم المتكامل. التكلفه تنحسب على الحجم تبعهم كلياتهم. بير يونت ماست ريفلكت اول ذا اوبريشن. التكلفه الكليه تنحسب على العمليه اللي هم بيقوموا فيها بشكل كامل، يعني ما بنحسب لكل واحد لحاله. هسه احنا ندمجهم لانه احنا هسه بتوضح كيف بالشارت. زي ما بقول لك شابتر 6 افهم الشارت تفهم الحكي المكتوب عليه. تمام. طيب هون بقول لك مثال سوينج سيت ار باكت اوت ان بوكس. طيب هون بقول لك انه في ناس بنقولوا قاعدين بوكسات، طيب بنقولوها من زي شاحنه، طيب بخط متصل اكثر من شخص. طيب تو بي ريموف ذا سيت ستاك. هي انت فهم الشرط عشان المثال بقول لكم في ناس منكم قاعدين بضاعه فشغله مترابط مع بعضه. هاي الرسمه زنخه شوي برجع لها بس بعد نفهم هاي. افهم هاي طيب وهسه برجع لك لهي، تخافش. طلع شو بقول لك هنا في عمليات بتصير. هاي اربع عمال شغالين مع بعض. تمام. هنا اول عامل شغال بيشتغل شغله قاعد قاعد بنزل بضاعة من زي تريلا بنزل منها قاعد. تمام. لما هو كان بنزل منها هسه انت بتشتغل فيها كالتالي، انت بتشتغل هون انت. تمام. بدأت تعبي هاي بعدين هاي بعدين هاي. هسه احنا مش على فرض انه هاي وهاي وهاي فاضيات، وهون احنا بلشنا من اول عامل هو خلينا نحكي المسنن الاول لباقي العمال، يعني هو من عنده ببلش ياخذ الشغل. اول شيء كان يحمل قاعد، كان بنزل بضاعه قاعد، بعدين عمل ايدل. حلو. طيب بعد ايدل شو عمل؟ اجى رد انتقل على نقطه ثانيه رد شو فرغ منها، بعدين رد عمل ايدل، بعدين نقطه رابعه فرغ منها ايدل، وهكذا في له شغل شغال فيه كامل هيو شغله. تمام. طب هو لما كان بيعمل الشغل هذا قاعد نيجي على اللي بعديه على طول اللي بيستلم منه، تمام، او المرتبط فيه بشكل مباشر اللي بحتك فيه، شو كان يعمل؟ هون كان بيعمل قاعد ايش؟ بفضي قاعد السلة اللي قاعد بحط فيها البضاعة. تمام؟ لاحظ هون كيف ان هون هذا مرتبط شغله بهذا. لما هذا كان بفضي قاعد هذا كان شغال معه. تمام؟ لما هذا كان يعمل ايدل وكان بيعبي وا 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 اخره، هون في شرح تبعه شو كان بيعمل قاعد؟ كان بنقول العرباية اللي فيها بضاعة لمكان ثاني قاعد بنقولها. تمام؟ هون كان شو؟ بيرجع بالعرباية الفاضية. لما هذا كان قاعد بحمل لسه بآخر جزئية شو كان بعمل هون قاعد؟ هذا بعمل ايدل. طيب بعدين لاحظ كيف هون خطوط متقطعة، هاي شايفها؟ شو خطوط متقطعة؟ يعني هو مش زي هذا، يعني هذا شغل انتهى هون وهسه حيبلش أول وجديد. خطوط متقطعة يعني هو يعني 95 للاثنين، طيب، وحيكمل لسه، يعني لسه هون. اوضح لك بالضبط كيف. هون هاي هون انتهت العمليه. تمام. وهسه حيبلش فوق عمليه جديده بشكل كامل. تمام. اما هذا خط متقطعه ان هو كبشان بالعمليه بس لسه ما انتهت العمليه، فهون بلش فيها وانتهى منها فوق. احنا هون بنشغل فيها وقت عزيزي. تمام. فبدك تفهم النقطه هاي انت انه هون كبلشان بالعملية بس بعد ما انتهى منها فحضر خطوة متقطعة وكمل، هاي تكملتها انتهت هنا وكمل كمل بعدين لهنا بعدين شو
انتهت الايدل تبعته، بلش العمليه عن انتهاء العمليه انتهت الاولاني. ما احنا محكومين بالاول، ما احنا محكومين لانه الاول انتهى عمليته، الثاني كان لسه بده يبلش العمليه الاخيره، كملناها فوق وهكذا. هون كمان طلع كيف هو شغال قاعد، العمليه وقتها ما انتهى، يعني هو بلش بالعمليه على 85 بس العمليه ما انتهت على الاثنين، اضطر يكمل وين؟ كمل فوق. وهكذا نفس الشيء هنا، تمام؟ مش شرط يطلع معك هاي، بس انه طلع معك عادي، خذ متقطعه انه التكمله لسه فوق التكمله. طيب هذا شغل شو؟ هذا شغل الجانج، شغل عصابه كامله هذا بكون، تمام؟ حلو. هنا هسه بدنا نحسب الوقت تبعهم، تمام؟ بقول لك توتال نورمال تايم 2 مينت. هسه هي هي شايفها؟ هي هاي، تمام؟ بقول لك ال 2 مينت كم يونت بينتجوا؟ 10 يونت. فلما نقسمها كم طلع لنا التوتال نورمال تايم؟ هاي حسابات، هاي حسابات، هي هون نفسها ترى، بس هو مش واضحه فبدي ابين لك اياها هون، تمام؟ توتال نورمال تايم قلنا اللي هو التايم على يونت، تمام؟ بيطلع عندك شو؟ 0.200 مينت بير يونت. طب الستاندرد تايم قلنا التوتال نورمال تايم بلس الاونس، بيطلع قديش؟ 0.22 مينت بير يونت. طب الاورز بير يونت قولنا كمان مره، الستاندرد تايم على ال 60 بيطلع الاورز بير يونت، بيس بير اور 1 على اورز بير يونت. حساباتهم نفس اللي فوق، ما نفس اللي قبلهم، وكلها واحده ما تفرق، بس انك تعرف انه هي شغالين على اكثر من شخص شغالين مع بعض، تمام؟ طيب هون صارت مربط الفرس، الفرق اللي هو الشيء المهم جدا. لما نحسب الاورز بير يونت، تمام، مش بيطلع معاك اللي هو 0 فاصل الرقم بيطلع معانا. طيب الاورز بير يونت، حلو، الرقم بيطلع معك هيو 0.00367، بدك تضرب عدد العمال. هاي نقطة كثير مهمة، هاي ركز فيها جدا. الاورز بير يونت بدك تضرب بعدد العمال ليطلع معك. فشو بيطلع عندك الاورز بير يونت؟ هالقد 0.00220، مش 0.0367، لا اورز بير يونت تضرب عدد العمال، تمام؟ هسه بيجي عليها شرح كمان للزياده اللي قدام بالمالتي ماشين. الدولار بير اور هم معطيك اياها تكلفه العامل 10 دولار، فاحنا بنضرب ال10 ماشي بشو؟ 0.0220 نضربها، لانه ست عمال شغالين عندك، فهمت كيف؟ طيب هاي هي الجانج شارت انتهت بتكون. طيب المالتي ماشين، مالتي ماشين شارت بكون هنا في عامل واحد شغال اكثر من ماكينه، مش اكثر من عمال شغالين مع بعض، لا هون عامل واحد وهو مسؤول عن اكثر من ماكينه. طيب شو بتحكي المالتي ماشين شارت؟ وقع احنا نستخدمها لما يكون في عامل هو مسؤول عن اكثر من ماكينه يشغلهم مع بعض، بكون بشغلهم قاعد مع نفس الوقت، تمام؟ اكثر من بارت بكون ممكن تنتجهم مع بعض عادي، يعني مش لازم يكون ست ماكينات او اربع ماكينات مسؤولات عن انتاج نفس النوعيه، ممكن يكون عنده ماكينه مسؤول عن اكثر ماكينه، كل ماكينه مسؤول عن خط انتاج لوحده تكون عادي، تمام؟ بقول لك التوتال نورمال تايم ويل بي ذا سيم فور ايتش اكتيفيتي، التوتال نورمال تايم بكون لكل عمليه نفس الشيء، هو بقول لك ايش هذا قاعد، تمام؟ واحنا بنقيس نورمال تايم فور وان سيكل. شو يعني فور وان سيكل؟ اللي هو زي شو شرحناها، هاي فور وان سيكل انه هاي الاساس، تمام، وبنقيس عليها الوقت، واي شيء ثاني اذا الوقت ما كفى بنحط خط متقطعه ونطلع نقوله جديد، هذا معناها اللي هو فور وان سيكل، تمام. بقول لك هذا الوقت احنا لازم هو يتضمن الماكينات والساعات تبعتهم والانتاجيه والرقم الماكينه كل التفاصيل تبعتهم. طيب هاي هسه بتوضح معنا كيف، هاي هنا مالتي ماشين شغال، هون شخص واحد، تمام، هاي هي عامل، هيك والله عامل، تمام، عامل واحد وشغال اكثر الماكينه زي اللي قبلهم. بنشوف انه هاي فاضيه، مش هاي يعني هاي موجوده صفحات بس هاي فاضيه مش مكتوب فيها شيء، وهاي فاضيه وبنغطيها. شو بقول لك هون العامل قاعد، يعني هون العامل اللي قاعد شو بيعمل؟ طلع كيف هون كان قاعد بيعمل شو؟ انلود للماكينه، حلو. الماكينه شو قال لك هون؟ هي انلود اسايد وريلود، يعني بفضي وبيحمل، قاعد لوين؟ للماشين نمبر 1. كم اخذت منه وقت؟ 0.20، هاي الماكينه الاولى، حلو.
وبمجرد انتهائها بلش بالماكينة الثانية، تمام؟ عمل لها ايش؟ انلود، ورد عملها شو؟ ريلود ماشين نمبر 2. هنا انلود ريلود ماشين نمبر 3، بدي اعمل ايدل. حلو. طيب لاحظ هنا كيف انه الوقت لكل ماكينة كم اخذ منه؟ 0.20. هاي لاحظ كيف اخذ منه كل عملية تحميل لكل ماكينة اخذ منه قديش؟ 0.20. الماكينة الاولى، الماكينة الثانية، الماكينة الثالثة. حلو. بعد 60 للمية هيها اللي هي قيمتها 40، هاي شو عملتها؟ عنده ايدل، هاي وقت ضايع عنده للعامل، ما عمل فيها ايش هذا الوقت. طيب طب نيجي نشوف الماكينة الاولى، لما العامل كان قاعد شو بيعمل؟ بيعمل انلود. حلو. بحمل بفضي قاعد. الماكينه نفسها رقم 1 شو كانت هي قاعده تعمل؟ كانت هي فاضيه. لما انا اجي احمل ماكينه وافضي ماكينه حتكون هي شو؟ ايدل، مش حتكون شغاله معي، تمام؟ فعملوا شو عمل عنده؟ عمل عنده ايدل، تمام؟ الماكينه. بس لما سكرها وبلش الشغل هي من 20 ل 100 من او لواحد يعني لوقت كامل، تمام؟ شو كانت تعمل الماكينه؟ كانت رننج، كانت شغاله. فاحنا هون عرفنا انه الوقت اللي بيضيعه الماكينه 20، والوقت اللي بيشتغل فيه الماكينه بشكل كامل كم هو؟ بيكون من 20 ل 1 هو 80، تمام؟ ف 80 الوقت الكامل لشغل الماكينه، و20 هو ماذا؟ الوقت الذي الوقت ضائع عند الماكينه. طيب لما الماكينه كانت شغاله هنا ومكمله، انت كنت مسكرها وتركها وبلشان بالماكينه رقم 2. لما كنت بلشان الماكينه رقم 2، تمام؟ وانت كنت شو قاعد تعمل هنا؟ كنت الوقت اللي قاعد تعبي فيه هي يعني هنا صارت هاي كانها مش موجوده، هاي بس كانها مش موجوده، تمام؟ فانت هون هاي الخط هيك، لما انت كنت قاعد تعمل انلود الماكينه شو كانت تعمل؟ كانت تعمل ايدل ماكينه رقم 2، هاي مش موجوده كمان، هاي لسه كانت تعمل ماكينه ايدل. لما انتهى وقت الماكينه رقم 2 شو بلشت؟ بلشت شغلها. كم شغلها؟ لازم هو 80 بس يبلش على 40. فشو بنعمل؟ بنكمل للمية تفضل 20، بنحط خطوط متقطعة هاي شايفها، وبنكمل فوق 20 كمان، هاي من 0 ل 20، تمام؟ حلو. الماكينة هاي انتهى شغلها؟ لا لسه. طبعا انتهى شغلها؟ لا لسه. ما تعملت انلود وين الماكينة الثالثة؟ هيا. لما بلشت تعمل انلود الماكينة الثالثة، شو كانت الماكينة الثالثة كانت بلش شغلها؟ بلش عندها الايدل، تمام؟ لما انت بلشت ايوه تعمل انلود بلشت الماكينة تعمل ايدل، تمام؟ فعليها عليها لما انتهى انت شغل تبعك للانلود الماكينة بلشوا عندها بلش الرننج تبعها. لما بلش الرننج كم لازم يكون هو؟ 80، بس هو بلش من 60 ل 100 حسب المخطط، احنا بنتبع المخطط الاساسي ل 100. 40 هون اشتغلت، بنحط خطوط متقطعه وبنكمل 40 ثانيه وين؟ فوق. فعليها احنا هون مبين معنا القراءه الكامله للشيت بتصير معك، ان هون في عندك عامل بس ثلاث ماكينات، بلش يعبي الماكينة الأولى واشتغلت، الماكينة الثانية واشتغلت وكملت فوق، الماكينة الثالثة اشتغلت بعد الماكينة الثانية واشتغلت وكمل شغل فوق. شايف شغل هذا؟ تمام؟ هاي شو بكون؟ هاي مالتي ماشين شارت، تمام؟ قبل ما أنسى في هاي اللي قلت راح أرجع لها، هاي ذات العمال مع بعض شغالين، هيها اللي هون بقول لك اشتغل شغل الأول بعدين أعمل ايدل، ستيك 2 بعدين اعمل ايدل، وهكذا حتى ما اعمل شغل كامل 2 مينت. ريموف فول اند بليس امباتي موف فول كارت، هي نفسها يا تحت هيها نفسها مشروحه، بس هنا حاط لك اياها بشكل ان هم متسلسلات ورا بعضهم ما فيها اي خلاف، نفس الاشي، تمام؟ يعني اذا ما تقرا هاي ممكن تقرا هاي نفسها بالضبط. حلو. بس انا وعدتك اني ارجع لها فانا رجعت لها. حلو. هيا تمام. وكم اخذت من كل عمليه؟ 0.21. هاي هون 0.21، هيا هون بتكون، وال 0.8 و 18 و 2 منت للكل، هاي 2 منت كمان، هيا تمام. فهي بشكل نفسها ما بفرقش ايش عنها. طب نرجع نكمل بالمالتي ماشين، فهمت كيف الفكرة صارت؟ كيف العامل شغال اكثر من الماكينة؟ كيف بعملهم رانينج قاعدين؟ طيب هسا بدنا نشوف حساباتها. التوتال نورمال تايم هاي اللي هي واحد، هاي ثابتة ما فيهاش خلاف فيها. طيب
طيب ستاندرد تايم اللي قلنا النورمال توتال نورمال تايم بلس الالاونس، الالاونس 10%، الواحد ناخذ منها 10 1.1. طيب اورز بير يونت قلنا ستاندرد 60 بيس بير اور، واحد على الاورز بير يونت. طب اورز بير يونت حلو، هاي هو الفرق، هاي لاحظت فيها قبل شوي لما كنا شغالين على الجانج. تمام، مش كنا نحكي الاورز بير يونت اللي بيطلع معنا نضرب عدد العمال، انت هون اقسم عدد الماكينات، مش شغال ثلاث ماكينات فبتقسم الوقت ثلاث ماكينات، بيطلع معك وقت خير، بيطلع معك وقت اقل. فهاي فرقية هاي بدك تنتبه لها لما انت تكون شغال على اكثر من ماكينه، ولا يكون شغالين اكثر من شخص مع بعض. اكثر من شخص اورز بير يونت اضرب عدد الاشخاص، شخص اكثر من ماكينه اورز بير يونت اقسم عدد الماكينات، وهذا الرقم بيطلع معك تضربه بدولار بير يونت قديش تكلفه الساعه عليك، بيطلع معك كم اللي هو الدولارز او الدولار بير يونت. طيب كم ماكينه ممكن احنا نشغل على هذا الشارت؟ طيب سؤال حلو كثير قوي. طيب هون بقول لك في الشغل تبعنا اللي هون كم ماكينه توقع نشغل؟ احسب انا وياك. تعال هون بقول لك يا حبيبي كم ماكينه عندك شغالات؟ عندك هون الماكينه 1 2 3، عندك هون وقت 20 ضايع، 20 شغال، 20 شغال، 20 شغال، و40 ضايع. هسه بيطلع واحد بقول لي انا ممكن اشغل ماكينتين زياده، اخلي شغل خمس ماكينات صح؟ مثلا هنا خلي من 1 ل 20، من 20 ل 40، 40 ل 60، من 60 ل 80، 80 ل 100، وهيك بخلي وقته كله يصير فل ممتاز وانتاجيه عندي تعلي فل. حلو نظريا شغلك حلو وممكن، بس تطبيقه لا خطا، ما بشغل خمس ماكينات، لانه اذا شغلت خمس ماكينات بتضيع شغله. اذا ذاكر مات الفيرست لما قلنا تهتم بالكواليتي والسيفتي. تمام، لما انا اضغط العامل وخلي شغل عندي خمس ماكينات وقت كله فل، ما خليت انا هيك اللاونس. انت لازم تخلي اللاونس لما كنت معك وقت بس بالشكل هذا، وكل ما كان تاخذ وقت بالشكل هذا بدك تخلي مساحه اللاونس. فما بيجوز انك تحكي لي بدي اخلي خمس ماكينات اشتغل عليهم، هذا خطا كبير. احنا بنقسمه كالتالي، ممكن نخلي هو 0 ل 20 ايدل رننج، من 20 ل 40 ايدل رننج، ومن 40 ل 60 ايدل رننج، وبنخلي من 60 ل 80 فقط أربعة. بصير عندك هون شارت رابع من 60 ل 80 ايدل، ومن 80 ل 100 رننج، ومن 0 ل 60 رننج. بنخلي أربع ماكينات مش خمسة فقط. ليش؟ عشان نحافظ على السيفتي والكواليتي، وبنخلي مساحة اللاونس العامل. فبنضيف أربع ماكينات، ممكن نضيف مكان رابع يعني عادي للشغل تبعنا، خمسة لا. ليفت هاند والرايت هاند شارت، هاي الشارت توصف وبتشرح التفاصيل حلو للعامل، هي عامل واحد بتشرح حركة الإيد اليمين وحركة الإيد الشمال. طيب ممكن إنه هاي تختلف من عامل بسبب الخروف الفروقات اللي هي الأكتيفيتي اللي بعمل عامل بحد ذاته. تمام، يعني هو مثلا بقول لك انه لما ايد واحدة تكون هي مضيعة وقت او شغالة فقط كماسكة للقطعة. تمام، just holding apart this time is shown as a blank space and revert to us a one arm banded one hand operation are as efficient and must be eliminated. انه وقت الماكينة الاسف الايد، تمام، one hand operation لازم ان هي ما نحاول ما خلي ضيع الوقت، يعني حاول خلي الايدين قد ما يكون ما قدر الامكان حره، ما ضيع وقت الايدين بالشغل تبعها، يعني نستثمرها بشكل جيد. يعني هون بشرح لك قاعد الليفت هاند والرايت هاند شارت. برضو فريد هذا عامل لنا اياها، بقول لك هي محملش هون بالليفت هاند وهون الرايت هاند. تمام، هون بقول لك اللي هو جيت اند بليس يو بولت، اللي هو ال زي قطعة بحط حرف اليو تجي. تمام، وهنا التقط كمان قطعة، لاحظ كيف هو شغال بيد الشمال، أخذ منه 0.5. تمام، بيد الشمال وعمل رد التقاط بيد اليمين، شغال بإيدتين، لا تخلي إيد تهدي، لا تخلي إيد توقف ضيع وقت قاعدة. تمام، هنا رد عمل عملية أخذ منه 15، وعملية ثانية برضه أخذ منه 15، لاحظ كيف، وبعدين أخذ منه 15 ل 30 عملية ثالثة، هنا برضه عملية ثالثة، كل إيد شغال على حدة كأنها ماكينة لحالها.
هاي النقطة المهمة بتكون معك. حلو، هنا aside complete unit اللي هو كمل قطعة ركبها أو فكها عمل إيش تبعها يعني. هون aside complete unit هنا طلع كيف العملية قطعت منه قديش 0.35. لو بدي اشتغل بإيد واحدة بدي أخذ منه قديش للسبعين دبل. فهو هون اشتغل شغلين بالليفت هاند ورايت هاند كل واحد على حدة، كان شغل ماكنتين هاي الليفت هاند والرايت هاند شارت. طيب السيمو شارت، السيمو شارت هي آخر ما تكون الموشن شارت. أسأل نشرح لك إياه بالتفصيل، هي آخر ما تكون للهيومن على كيف حركة الجسم نفسه لما يكون شغال بالعملية الصناعية يعني. تمام، يعني هي بتتضمن الحركة نفسها للجسم للبدي. تمام، الليفت هاند والرايت هاند تمام نشتغل فيهم كمان، والوقت الفعلي اللي كيفش أخذ لكل عملية. حلو، ووضعية الجسم كيف كانت موجودة بالسيمو شارت، والأصابع والرسغ والكوع تمام والذراع ككل. حلو، هذا كله موجود بالسيمو شارت. بيكون حركة الأصابع تمام بتكون هي برضو حسب حسابها احنا علي كيف، لا تكون مكتوب معك بالسيمو شارت. هذا العلم بقول لك اللي هو كثير مستخدم، هو كثير فعال يعني وقوي بيكون must be felt for to. هاي حفظ، هاي ممكن تجيك حفظ كثير. تمام، هاي اهم نقطة بالسيمو شارت كلها تقريبا. The سيمو شارت must be evaluated for two condition. شو هي؟ potential stress on a trunk اللي هو الضغط اللي بصير على الرسغ عندك قاعد. حلو، using shoulders تمام، potential repetitive stress on fingers or wrist. حلو، قديش الضغط بكون عندك انت على الاصابع. حلو، وعلى على ايدك. هنا سيمو شارت بشرح لك قاعده شو اللي حكينا. هنا مثلا العمليه نعملها احنا رش جراس موف بوزيشن ريليز. تمام، الرش اللي هو انت لمست الاشي تمام، جراس اللي هو مسكته موف حركته، بوزيشن اللي هو موقع تمام، ريليز فلتته او يعني فلتت القبضه تبعتك يعني. حلو، فهون بشرح لك هاي برضه هون كمان الليفت هاند رايت هاند. هاي هون الليفت، هاي ها وهي هون الرايت. فبشرح لك بالليفت انت لوين، هاي من واحد لخمسة شو حركت من اعضائك. يعني مثلا عندك الاصابع واحد، للرسغ رسغ هذا اخوان رسغ هذا الرسغ تمام، هون هاي حركتها هاي تكون رقم اثنين. تمام، للكوع ثلاثة، اللي حركت شو اسمه هاي اللي هو الزن تبعك ثلاثة، حركت الزن تبعك، حركت الكوع أربعة، حركت عند الكتف بكون خمسة. فعملية الرش تبعتك قديش اخذت منك؟ من واحد لثلاث تمام، بالليفت هاند وبالرايت هاند. يعني لو يعني عند الكوع عند الزن اول كوع تمام، الجراسب بس من واحد اخذ منك بس الاصابع، الموف اخذ منك من واحد لاول ثلاث يعني انت كنت فايت على الزند. حلو، البوزيشن من واحد لاثنين تحفظهم مش تفهمهم، انت تفهمهم مش تفكر تقرا على الشارت، شو تفتقر الشارت من كيف. هون مثلا عندك واحد لاثنين اللي هو ايش، انت حرقت الزند ريليز بس بالاصابع لحالها بتصير ريليز. شوف كيف هون ببين لك حركه التفصيليه، ها بذكرك بالمايكرو موشن، هون حركه تفصيليه يعني انت هون تدرس الاصابع كيف تتحرك، تتخيل الامر لاي درجه واصل معانا. فهمت كيف؟ هاي هي السيمو شارت. ومبارك عليك خلص شابتر 6 كلياته. حلو، شابتر 7 صغير خلينا اكمل لك فيه الورك ستيشن ديزاين.